كيف شفت موسم الطائف؟ موسم الطائف موسم ترفيه لمين؟ لبناتنا، أول بناتنا الذين سجنوهم الشيوخ المطاوع قوم الفتاة. يعطيك العافية. في أيامنا كانت التسجيلات الإسلامية بأعلى صوتها في الأسواق، والحديث اللي كلها ما فيها إلا الموت والنار والقبر وعذاب القبر والنيران وشبه فينا طالع أبوك في جهنم، أمك في جهنم، أنت في جهنم، وارنبك